تتعرف غير تتعرف غير تخترق اخي الحموشي. ها راه ما بغيناش نخوروك، راه كاين يعني بزاف ديال الطرق باش نخوروك، فهمتي؟ نخوروك الا بغينا، ولكن تنقولوا هاد السيد راه يدير عقلو كذا. ما بغيتش انا كسلطان نخورك شي تخويره يعني تكون سانك سانك. المهم وفيق البرك، هي سلطانيه، وكان معكم الحموشي فيرتوال. هي سلطانية كما كنت وعدتكم الخوت قبل الفيديو هذا، خصوصا بالاختراق الاخر والانتهاك الاخير اللي وقع في حقي انا وفي حق الصفحه ديالي. قررت باش انا ندير واحد الخطه، لانني وليت يبان ليا بهاد الناس هادو يستهدفون يعني كل يعني المحتويات ديالي في الانترنت، اصبحوا يستهدفونها. الصفحه اللي تنحلها تيديروا يعني تقتلوها وتبلوكيوها ثم تغلقوها، فهمتي؟ ولا كنا حنا تنديرو شي حاجه غير قانونيه عافاكم يقولوا لنا باننا تنديرو شي حاجه غير قانونيه، يصيفطونا السيدة ولا يرفعوا دعوى قضائيه. راه كاين القضاء هنا الشامخ الحر العالي كاين هنايا، صيفطوا. فما تنديرو حتى شي حاجه من هادشي. هذا النشاط ديالنا يعني ستريت فورورد، هو نشاط سياسي ليبرالي. المخابرات المغربية أصبحت يعني تحارب يعني الأصوات الليبرالية والأصوات الداعية للديمقراطية والحرية، ولم تعد يعني لا تفرض يعني رقابة على من ينشرون يعني الفكر الوهابي ولا حتى الفكر يعني المتشدد وكذا، في نفس الوقت يدعون أنهم يحاربون الإرهاب وكذا. هذه من جهة. من جهة أخرى أنا ما يمكنش لي نتقبل هاد الممارسات اللي تيديروها، لأنني غادي نقاومها، فهمتي؟ وغادي نقاومها بالطريقة الخاصة، لأن ما عندهمش شي خيار آخر من غير أنهم يرفعوا يديهم هاد الكلاب هادو على حقي في حرية التعبير، فهمتي؟ أنا باش نعيش داخل السيادة ديالهم، ما عندي معاهم حتى شي علاقة. أنا تنهضر على كمغربي تزاد في ديك البلاد، تنهضر على الشعب المغربي، تنهضر على السياسات ديال هذيك البلاد، هذيك البلاد اللي هضر فيها قال لا، ولا اللي انتقد شي حاجه، ولا اللي فضح شي فساد وكذا، يتم يعني سجنه وترفيق يعني شي تهمه يعني خياليه له. هادشي علاش تنهضر انا باش نجي لكم يعني القسم الاخر. من بعد انهم غلقوا لي الصفحه الاولى مروكن كرابس، غلقوا يعني الصفحه الثانيه ديال عش الشعب، غلقوا الصفحة الأخيرة الآن يعني، واخا ما فيها حتى شي حاجة يعني ما فيها حتى شي خطاب الكراهية هكا، ولكن غلقوها يعني يصطادون، فهمتيني؟ يصطادون يعني في المنشورات اللي تنشرها، يصطادون يعني ولو غير كلمة خصهم يبلغوا عليها ويبلوكيو لك المحتوى. وكانهم بغاو يقولوا لنا بأنهم بغاو يسيطروا على لي ريزو سوسيو، صافي محمد السادس والحموشي ديالو والهمة وهذا بغاو يسيطروا، فهمتي؟ دابا تيحاولوا انهم كما تنقولوا يعبئوا الراي العام الانتخابات الجايه، فهمتي؟ وما خصش تكون هناك يعني شي اصوات اللي تعكر لهم هذا الجو هذا، واللي غادي تضرب لهم هذه الحمله هذه عليها. هما دابا حاليا يقومون يعني بمجهودات، باش نقول لك ماشي مجهودات يعني افعال خسيسه، فهمتي؟ تنتهك حريه التعبير، تنتهك يعني المواثيق الدوليه اللي مسيني على المغرب فيما تخص يعني الإنسان وحرية التعبير وكذا، إعلام العالمي لحق الإنسان، كل إنسان عنده الحق في التعبير والرأي. فهاد الشيء هذا تينتهكوه، ولكن هما مادام تيديروها داخليا وما تتفضحش خارجيا، فهما غادي بنفس السيستم، وغادي يوظفوا حتى هاد التطبيع الأخير مع إسرائيل، هاد العلاقة اللي بناوها مع إسرائيل حاليا خرجت للجهر بعدما كانت في السر، بان هذا حتى هو غادي يوظفوا مخزن في قمع الاصوات. وشفنا كيفاش انه تم اعتقال المؤرخ الماطي منجيب تماما بعد يعني امضاء هذه الاتفاقيه مع اسرائيل وتطبيع العلاقات بها بشكل عشان نقول لك مباشر.
فالمخزن حيوان غادي تيودف في هذا الشيء هذا لخدمه يعني الاستبداد ديالو السلطويه ديالو الديكتاتوريه ديالو لخدمه يعني الاستمراريه يعني للزياده في عمره فهمتي بهذا المصطلح يعني بغى يزيد في العمر ديالو شويه. انا هادشي كامل ما تهمنيش تنشوفو كما تنعرفو حنايا الاعلام ديال المخابرات اللي يعني راه معروف يعني من بينهم يعني قناه شوف خيخي هاد القناه هادي اللي تيجي واحد الصحفي سميتو ابو وائل الارهابي انا اظن راه هو داك ادريس شحتان المدير الصحيفه ولا كذا ولا رئيس التحرير ديال الصحيفه ماشي حتى صح بزاف عليهم يكونوا يعني صحابه صراحه جايبين الشماكريه ويعني ما اللي ما عندوش ضمير تيجي يدخل مع ديك شوف خيخي ويخدم معاهم يعني لا ماشي مرقاوي يعني يعني خانز يعني بمعنى الكلمه. فالإعلام هذا تيجي ديما تيهضر على مناضلين بحال مثلا العمر راضي يهضروا على مساله ديال الاعتقال ديالو قبل اعتقاله وكان عندهم يعني معلومات استخبارات هي هضروا على بزاف ديال النشطاء هضروا على فتح عرور صحفي في باريس هضروا على لا المعطي مونجيب انه سد الغلق غادي يغلقوا الحدود فاش كان هو في فرنسا هضروا على انه غادي يغلقوا الحدود في وجهه وما خصوش يدخل المغرب ورغم ذلك دخل قالوا ليه لا دخلتي غادي تعتق ولا المعلومات كامله يعني وهي مسجله يعني تم نشرها يعني نشر بعض الوقائع قبل حدوثها وهذا اللي تعطينا انطباع بانها يعني اش نقول لك اجهزه امنيه هي اللي تسيرها وجهاز الحموشي مباشره واللي تسير الاعلام كيفاش تحضر يعني في كل تفكيك شي خلايا تتحضر وشوف خيخي واقفه مع قناص قناص تيدير خدمته هي اللايف تتصور لينا هذاك الشيء يعني هذا هو الضحك على الدق واحد الافلام اش نقول لك هوليوودية يعني لا تموت يعني الواقع بالصله وغير حقيقيه تصوروها الراي العام المغربي باش انهم يا اما يلعبوا على النفسيه ديالو يا اما باش يخلعوه يا اما لان هذه هي تقول لان المخابرات والمخزن تيوظف بحال هاد الشيء هذا في نفس الوقت تيبغي يشهر راسو قدام الشعب وحال تنقولوا يصنع ليه واحد الصوره اعلاميه وفي نفس الوقت انها تكون واحد الحرب نفسيه على المواطن ولكن حرب نفسيه بطريقه غير مباشره باستعراض يعني العضلات ديال هاد الجهة سميتو لا دي جي سي. انا المهم هذه كانت مجرد مقدمه ولكن ندخل لكم موضوع اللي تيخصني انا شخصيا كمناضل وكناشط سياسي. كما تعرفوا غلقوا لي الصفحه مؤخرا فتحت الصفحه الجديده ولكن كانت عندي واحد الخطه في راسي يعني تنقول نفتح هاد الصفحه هذه وغادي ننشر فيها لان ما دام يعني تنشوف انا هاد الحموشي تهضر عليه يعني من المقدسات اصبح يعني ماشي ولا الملك عندهم في المغرب هو المقدس بل اصبح يعني حتى الحموشي مقدس مستشاري ديال الملك مقدس البوظافي السامون يعني من المقدسات يعني ما يمكنش تنتقد اي واحد الحموشي باغي يعني تعجبو هذيك الصوره اللي تيروجوا عليه اعلاميا رغم انه راه لا اساس لها يعني في الواقع هو مجرم وجلاد ومؤدب عذب ناس وبشهاده ديال المعتقلين السابقين هو اللي كان تعذبهم في السجن السري بتماره وانا نتحداه. ف حنا هنايا بديت تنشوف قلت اوكي مادام هاد الاجهزه ديالو تتحاربنا في الانترنيت وما تعطيناش واحد الهامش ديال اننا حتى حنا نقولوا الراي والراي الاخر فهمتيني ما تعطيناش تتحاربنا حنا وفي نفس الوقت تروج يعني الاعلام ديالها تما وهذه مساله طبيعيه لان النظام الاستبدادي ونظام اش نقول خراوي يعني اش نقول لكم نظام ديال الصرف الصحي بمعنى الكلمه. فانا حطيت واحد الفيديو انيماسيون لانني انا يا راكم عارفين تندير هاد السخريه السياسيه وتتعجبني فهمتي عندي الاسلوب ديال السخريه السياسيه والا ما كنتش نحصد الجيمات في داك في الموقع الازرق فهاد السخريه السياسيه هادي تضرم انا هزيت هاد السخريه السياسيه وطورتها لواحد النيفو اخر فهمتيني ولينا بغينا نفضحوا هاد الناس هادو اللي تيهددونا ديما بالقرعه اي حاجه نشروها في الفيسبوك
يقومون بتهديدنا بالاغتصاب القرعة. شدوا كيجلسوك على القرعة، لو يقبضونك سيجلسونك على القرعة. هذا الشيء دوب اللي تنشر. فهذا يعتبر يعني حرب نفسية، هو تدخل في حرب نفسية. فأنايا بغينا كما خرجوا معتقلين تهدروا بأنه تم اغتصابه من طرف المخابرات المغربية اللي المدير ديالها هو الحموشي، تم اغتصابهم بالقرعة. هذه مسألة خطيرة جدا، هذه راه تعد يعني جريمة ضد الإنسانية، فهمتيني، جريمة مكتملة الأركان كما قلنا، جريمة مكتملة الأركان. فأنا اضطريت باش أنني نخرج نولي نفضح هذا السيد، هذا ما يسمى بالحموشي، نفضحه بالسخرية السياسية الهادفة. إذا كنا تنديروا شي حاجة الحموشي، الأجهزة يلتك الباويت يعني خارج إطار القانون وخارج يعني الإطار ديال حرية التعبير، ولا تنشروا شي حديث ديال العنف وكذا، فنشروا شي دعوة قضائية وجيو حاكمونا، وحنا راه شوف نمتثلوا للقانون، ماشي القوانين ديالكم ديال الزريبة، ولكن نمتثلوا القوانين في الدول اللي تنقيموا فيها. فهما ماشي يعني حساباتهم هكا. المهم انا فاش نشرت هذاك لا فيديو ديال الحموشي تيجري وهز القرعه يعني في الاخر ديالو، راه تشوفوا هنايا. المهم هذا الفيديو هذا من بعد انايا، المهم هذيك الليله من بعد ما نشرت الفيديو مع الخامسة ديال الصباح يتم يعني اختراق الصفحه، اخترقوها واش نقول لك، اخترقوا الحساب ديالي واخترقوا الصفحه وحشوها. انايا تقريبا فقت مع هذيك 6:30 ديال الصباح، بحكم انني عندي بنتي وهذه تنفيق، المهم صاوب لها الفطور وكذا وكذا، وما تنساليش ربما تناخذ هذيك نص ساعه باش نمشي للتليفون ديالي نشوف شنو كاين. حليت التليفون تلقى واحد ميساج في فيسبوك بان الحساب ديالي راه مغلوق حاليا. ها نتوما تشوفوا هنا هذا لو ميساج، تيقول لي الفيسبوك بان الحساب ديالك راه مغلوق حاليا، your facebook account has been temporarily locked, we have detected suspicious activity on your facebook account and have temporarily locked it as a security precaution. It's likely that your account was compromised as a result of entering your password on a website designed to look like Facebook, known as phishing, in the help center. Over the next few steps, we will walk you through security check to help secure your account and let you log back. المهم هانتوما تشوفوا يعني الاخر هنا قال لي فيسبوك بان الحساب ديالي تمت يعني قرصنته باستعمال بعض المواقع اللي تتشبه يعني الفيسبوك، فهمتي، ولكن في هاد المواقع هادي تستعمل ديليا بحال ديال الفيسبوك، ولكن تيكون فيها واحد ميس سبيلينغ ولا ميس ليدينغ، يعني ميس سبيلينغ بحال تقول تكون فيها بعدا تتقرا فيسبوك، ولكن اما تكون فيها زايده شي اس ولا شي حاجه، وكيبان ما تيردش البال يعني ليها كامله، وتيكليك عليها وتيديو له يعني الحساب ديالو، ولا انه يدخل يعني المعلومات ديالو الشخصيه يديو له كلشي. ولكن فاش تيقول الفيسبوك بان يور فيسبوك اكاونت هاز بين كومبرومايز، هنا تيكون فيرمي بان الحساب ديالي تمت قرصنته. وهما انا الصفحه كما غادي تشوفوا هنا، ها انتم الصفحه فيها تقريبا ما فيها حتى شي حاجه اخرى غير الحموجي، يعني الحموجي هو اللي كاين في تما. يعني حنا يلا بداو بسخريه جديده وكذا، حطينا هذا الفيديو هذا، حطينا الصوره وفيديو راكين على قناتي في اليوتيوب اللي حتى هي محاصرينها. فهذه حاجه اخرى، انا غادي نكسر هذا الشيء كامل. المهم الأسابيع المقبلة إن شاء الله غادي نحاول أنني نكسر هذا الحصار هذا بطريقة ما. فالمشكل فهنا كما تشوفوا الصفحة، أن الصفحة ما فيها حتى شي حاجة أخرى من غير الحموج، فهمتي، وأنايا حطيت هذاك العنوان وحطيت هذاك الشيء يعني
غير كطعم باش يعرفوا هما بان باش نشوف يعني لا رياكسيون ديالو. وفعلا لا رياكسيون ديالهم انهم مشاو اخترقوا الحساب واخترقوا الصفحه يعني باستعمال يعني انا سنظن ماشي مواقع ولا شي حاجه استعمال يعني ادوات ذكيه ديال التجسس وكذا. عندي يعني 100% يعني متاكد منها غير كان الفيسبوك ربما تيديتكتيها بحال انها مواقع ديال اختراق يعني او سرقه المعلومات الشخصيه لمستخدمي الفيسبوك. فاش نقول لكم انا كما تشوفوا الصفحه هنايا ما فيها حتى شي حاجه اخرى من غير الحموشي شو. المهم هنايا في الفيديو اللي سجلت نسجل وانا تنسترجع يعني الحساب ديالي كما انا غادي معاهم تنسترجع الحساب ديالي هنا تنسترجعو تندخل الصفحه هنايا انتما تشوفوا هاد لا فيديو هنا. باش ندخل الصفحه راه كاين ها هي غايقول لي الصفحه ديالك ان بابليش دو بيج لانهم هما حجبوها. فهنايا باش نرجع الصفحه انايا وتبقى هاد الامور طبيعيا. ولكن ها انتما شوفوا دابا المشكل مع هاد ها انتما كما تشوفوا يعني راه ما نشريت شي حاجه من غير هاد الحموشي هذا فهمتي. هما دابا باختراق هاد الصفحه هادي اخوتي بغاو يعرفوا يعني من وراء هاد الصفحه هادي ومن هو الحسابات وكذا باش يبداو يعني الهجومات ديالهم انا المهم انا سجلت هاد الشيء هذا يحسب لهم لان هادي ماشي اول مره تيخترقوني مرات عديده يعني حتى وليت انايا اش نقول لك تولفت مع تاقلمت مع الوضع فهمتي. ولكن بالنسبه لي انا خصني نصنع حتى انايا بحال تقول لي كونت خطاك ديالي اللي هما بحال تقول الامور اللي تقد تخلي هاد الناس هادو يحيدوا بحال هاد الافعال فهمتي. هذا هو انا تنعتبر هذا بحال تقول نضال يعني اش نقول لك النضال الرئيسي بالنسبه لي فهمتي. انني باش نحد بلا هاد الشيء هذا اللي تيديروا خصني نبدا المعركه ديالي لان انا اش نقول لك خص ديما فين تكون في هاد المعركه هادي خصك تعرف بانك انت هو الخط الدفاعي الاخير ديال راسك وما تستند ظهرك حتى شي حاجه وحتى شي واحد فهمتي. تستند ظهرك على عقلك وعلى الابداع ديالك ومالك هما تستفزوني بزاف باش انني ندير شي فعل اللي غادي يكونوا فيه هما رابحين. ولكن المهم انا بذكاء ان شاء الله غادي نوريكم يعني في هاد الاسابيع هادي يعني نولي ننشر واحد الابداع جديد فهمتيني من كما تيقولوا من يعني من صناعتي ومن تطويري يعني انا كانسان تنطور بزاف ديال الامور وتنخدم حتى في هاد الشيء ديال artificial intelligence يعني عندي واحد تجربه كبيره. فالمهم غادي نخليكم مع واحد هذا الاسبوع هذا ولا بعد هذا الفيديو هذا غنشر لكم بعض الامور اللي تتهم يعني لو كونسيبت الجديد اللي تيخص يعني هاد الاجهزه هذه وهكيفاش نظن انا نقدروا نسكتوها ونقدروا نخليوها يعني تراجع على المسائل ديالها لان خصنا نضربوها بنفس السلاح ديالها ديال التفاهه لان الشعب المغربي تيعجبو يعني الفضائح الجنسيه وتعجبو كذا وهداك الشيء. خصنا حتى حنا نمشيو بنفس الاسلوب يعني الخبيث والسادي ديالهم باش اننا نوقفوهم لانه هذه هي اللغه اللي غادي يفهموا ما تيفهموش اللغه اخرى فهمتي. هذا هو المخزن الحقير هذا هو التحويل. فالمهم تحياتي لكم وشكرا لكم. بغيتكم تدعموا هذه القناه هذه الخوت دعموها مزيان وان شاء الله نكبروا هاد القناه هذه لان غادي تجي محتويات يعني قويه. وحنايا دابا حاليا بحال تقول انا ولا عندي واحد الاصرار ماشي اصرار كنا ديما عندنا الاصرار ولكن بحال تقول وصلت يعني لواحد ليدي اللي نبغيها تكون المحتوى ديالي في هاد اليوتيوب انني كان عندي مشكل ان المحتوى اللي بغيت
اليوتيوب هذا. المهم دابا وصلت يعني بحال نقول ليدي اللي وخدمني يعني سنوات باش انني نوصل لهاد الفكره هذه. المهم خدمني سنوات باش انني وصلت لهاد الفكره هذه، لان باش تلقى واحد المحتوى اللي ترتاح فيه انا هذه تلقى صعوبه. يعني اي حاجه تبغي نديرها تبغي نديرها بواحد الاتقان، فديما كتندير المحتوى يعني راك عارف المحتوى ديال السلطه النضالي ضحوكي كذا، فهمتي؟ تنحاول نبحث على راسي، تنحاول نبحث على راسي ونلقى راسي، يعني فين نلقى راسي وفين غادي نرتاح. فكما تعرفوني انا تندير حتى الترواد دي 3 دي ديجيتال ارت، يعني ارتست في الشيء ديال 3 دي، وتندير الانيماسيون، وتندير حتى البرمجه، وتنخدم المهم تنخدم حتى الداتا ديال الانيماسيون ديال اي حاجه، يعني نترانسفورميها من بوكو دي بروغرام البروغرامات اخرين وكذا. فالمهم انايا تنقول هاد المعرفه اللي عندي وهاد الشيء هذا نستمروا في خدمه الاحرار والحرائر، واننا نزيدوا يعني نزيدوا يعني بالتوعيه، ونزيدوا يعني بالنضال ديالنا يعني الافتراضي، نزيدوا به لقدام. فشكرا لكم على المشاهده، ونتمنى نشوفكم يعني في شي حلقه اخرى. بالنسبه راه نولي دابا بزاف، غنولي يعني نحط يعني تقريبا كل اسبوع نقدر نحط ثلاثه ديال الحلقات في اليوتيوب، ثلاثه ديال لي فيديو هكا، فهمتي؟ كل اسبوع نحط ثلاثه ديال الحلقات، لان دابا انا المهم عندي الخدمه ديالي وكذا. المهم فاش يكون عندي انا واحد الوقت غير هكا كنقدر ندير فيه بزاف ديال الامور. المهم غادي نستثمر يعني الوقت ديالي مزيان باش انني نكون ملتزم مع هاد القناه هذه ونكبروها ان شاء الله. المهم تحيه سلطعونيه ونشوفكم.